بتحصل معانا مشكلة دايما ان احنا نكون قاعدين بنلعب ومندمجين في جيم ومرة واحدة الكنترولر يفصل، بتبص تلاقي المسافة بعيدة جدا علشان تروح تشبك الكنترولر بتاعك، ومش عايز تبقى قاعد متقدر وبتلعب من السلك. شاحن يو جرين بيحللك المشكلة دي، هتلاقيه جنبك على المكتب حاطط فيه كل الدراعات اكس بوكس بلاي ستيشن، حتى التليفون بتاعك ممكن تحطه جنبك. الشاحن ده بيتميز ان هو سريع لكن سيف. يعني ايه؟ يعني الجهاز اللي قدامكم ده بيقدر يفهم خرج البطارية بتاعتك قد ايه ويديك على قد البطارية بالظبط. انا مش عطلان مع يو جرين، وبصراحة حاطط فيه نينتندو سويتش اكس بوكس بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 اي كنترولر بحب استخدمه، حتى التليفون بتاعي، وممكن تشحن بيو اس بي سي او تشحن بالشحن العادي. انا بفضل الشحن العادي لليو اس بي مش يو اس بي سي لدراعات البلاي ستيشن، لكن لو عندك تليفون او عندك ماك بوك برو او عندك اي جهاز كبير تقدر تشحنه يو اس بي سي على طول. لينكات الجهاز دوت هتلاقوها في اول كومنت في الكومنت المتسابق.